الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا توحيد الألوهية، هو التوحيد الذي حصلت فيه الخصومة بين الأمم وأنبيائها. توحيد الألوهية هو التوحيد الذي حصلت فيه الخصومة بين من ومن؟ الجواب بين الأمم وأنبيائها. فالأمم وأنبياؤها لم يختلفوا في مسألة توحيد الربوبية، وإنما اختلفوا في توحيد الألوهية. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. ويقول الله عز وجل عنهم في بيان هذه الخصومة: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء يراد، أو إن هذا لشيء عجاب. فإذا الخصومة إنما حصلت في هذه القضية في توحيد الألوهية،